عيشتونا حلوهام وجوعتونا كيف الكلام، ومات الفساد خلتنا في الميزيريا. طلبة ديال الطب احتجوا، ملي جاو كيحتجوا جابوا الطبولة معهم وغنوا هاد الأغنية هادي. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. عدنا اليكم من جديد بالحياديه بعد ما كنا مع الرجاء والوداد وبركان في المنافسات القاريه او الخارجيه. دابا عدنا باش نديرو الجديد ونهضروا على جميع الفروق وجميع الالترات. بزاف ديال الميساجات وصلوني من الالترا عسكري، الجماهير ديال الجيش الملكي ديال لي فار، على الاغنيه الجديده ديالهم. كيعاودوا القصه ديال الالترا من البدايه من 2005 حتى لدابا. للاسف كنعتذر لهم لانني واجهتني مشاكل بزاف في المونتاج وفي ديك الاغنيه. كننصحكم انكم تدخلوا كمشاهدين تشوفوا هذه الاغنيه، راه زوينه بزاف. تلقاو اللين ديالها في الديسكريبسيون، تستحق المشاهده. ملي ما قدرتش انني ندير رياكسيون عليها، جيت ندير لكم واحد رياكسيون على فريق الجيش الملكي او جمهور الجيش الملكي. واحد الاغنيه زوينه، اغنيه ثوريه كتعاود المشاكل ديالها. والمدهش في هذا الشيء ان الاغنيه تغنات هنا. غادي نوريكم فيديو فين تغنات من عند طلبه ديال الطب في واحد الاحتجاج ديالهم. اذا ندخلوا ونشوفوا هذه الاغنيه كيفاش غنوها اولا الجمهور ديال الجيش الملكي. ربما هي تغنات من البلاك ارمي، المهم بلاك ارمي الترا عسكري، راه الترات متحدين ومتعاونين. نشوفوا الاغنيه كيفاش غنوها. ليام 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 القهرة والظلام، عيشتونا في الوهام وجوعتونا كيف الكلام، ومات الفساد خلتنا في ميزيريا. بدات قاسح، بدات بالقاسح مع الاول، ماشي هما اللي قالوا، ما قلت انا والو، انتم نكملوا. قروا التهميش دولة زيروقراطية، دولة زيروقراطية، شتا الشعب بغى الحياة ينوض يدوي على راسو. ما عندي ما نقول، انتم كتسمعوا الكلمات، كلمات قاصحين بزاف. هاكا الناس كنطلعو على ولاد الناس، والقيلولة في البرلمان، والقيلولة في البرلمان. إذا كان نلاحظوا أنهم كي ينتقدوا الحكومة وكينتقدوا المسؤولين على هذا الشيء اللي غادي فيه القضية، لأن الشباب زعما بغاو الخدمة، بغاو بزاف زعما المعاناة ديال الشباب. كيعاودوا المعاناة ديال الشباب المغربي بصفة عامة، ماشي غير جاو يغنيو على المعاناة ديال الفريق ديالهم. كنعرفوا أنهم من الجمهور الوفي اللي دابا راه مشات لكثر من 15 سنة ربما، وهما بدون أي لقب، ومازالين كتشوف المدرجات وكتشوف أغاني جديدة وكتشوف أنه مستمر. نكملوا. ملينا جات بلاك ارمي تحينا، واليوم رحنا فينا قنكم ما غيفنينا، حرية والكرامة باغي نهدم يالي، من تائلة من تراسل راك بنادم فاني. اسمع هادي، من تائلة من تراسل راك غير بنادم فاني، ما انت اله ما انت رسول، راه انت غير بنادم فاني. كمل. بعد ما شفنا الاغنيه ديالهم ديال الجماهير، اجيو نشوفوا هنا عندي الاغنيه ديال، ماشي اغنيه، الطلبه ديال الطب احتجوا. ملي جاو كيحتجوا جابوا الطبوله معاهم وغنوا هذه الاغنيه هذه اللي عجبتهم، واخا بدلوا فيها غير جبدوا الوزير ديالهم ولا شاك شي. المهم نكمل. قولي يا بني يا بني يا
وزاره وقالوا السميه ديال الوزير، هما عاود بالطريقه ديالهم ضربوا عاود الجهه اللي بغاو. خصاصه والتعليم دوره دوله. المهم راه كنت الشعب بغى قلت لهم هادشي يقولوا ولاد الناس ماشي مشكل. شوف الطلبه ديال الطب ولقاو في الاغاني ديال بلاك ارمي كلمات اللي عجبتهم باش يحتجوا بها. زعما راه قلت لكم ان الالترا كتعطي دروس، راه الالترا ماشي دوك الناس اللي على بالكم انهم محشين انهم جايين يضربوا الجيوب. الالترات المغربيه كامله اللي اسسوها راه ناس واعيين ومثقفين، وراه هذا اللي شد الميكرو هنا نقدر نقول لكم واحد من الناس، ممكن انا ممكن انه يكون واحد من الناس ديال الالترا مادام انه جا وبدا لهم، وهذا واحد من الالترا كتشوفوا في كليه الطب كتشوفهم اساتذه كتشوفهم اطباء كما شفنا واحد في شكون الالترا هذيك واش ديال القنيطره ولا فاش عيطوا ليه في راديو مارس طبيب دكتور وعضو من الالترا ديال حلاله. هادشي راه كيبين داكشي اللي كنقولوا على انهم ماشي شماكريه ماشي صحاب الكريساج. كمل كيفاش كيتبومبا ولا فيراج مابقاش. تحيه لهم. إذا كما شفتوا أن الألترات ولا الألترات بصفة عامة كيعطيو دروس لا في الاحتجاج لا في شحال من حاجة لا في كيفاش أنك غادي تنظم. تصور أنك كتنظم 80,000 واحد من الجماهير ونهار واحد كيخرج ماشي من الألترا ولا كيخرج كيدير شي عمل كينسبوه للألترا كاملة. الألترا هي هذه اللي كنشوف حجم الجيش الملكي اللي جا هنا باش يحتج على المعاناة ديالو بحق مشروع واللي كيخولوا لنا الدستور. تحيه لكم، وصلنا اخر هذا الفيديو. كما قلت لكم رجعنا للرياكسيون ديال الالترات ديال الفروق ديال هذا، اللي عنده شي حاجه اللي غادي يصيفطها لنا في الانستغرام كنعاود كنجدد. كنعتذر على الاغنيه ديال الالترا عسكر اللي ما دوزتش، وفي قادم الايام غادي ندوز شي اغنيه اخرى ديالهم. ديك الاغنيه عجبتني ومازال كنسمع ليها، هي عندي في تيليساج. كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.